أخ يعينك وقت ميل الدهر جارك، وأخ يغثك إذا تندار يم جارك، وأخ يتشكل إذا سيل العرم جارك جارك، وأخ بمصابك فلا يقعد ولا يدي، وأخ يقول لك فلا مد لك بعد يدي، وأخ يتألم إذا شاف الجرح يدي، وأخ يتعمد وقت ميل الجرح وقت نزف الجرح جارك، وأخ يتعمد وقت نزف الجرح جارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا من تتابعون هذا البرنامج، برنامج تراحيب. يلا حيكم، يا حياكم يا بياكم، يا طبتم طاب ممشاكم. في أولى حلقات برنامج تراحيب بعد أن توقف في شهر رمضان المبارك، واليوم نستأنف حلقاتنا إن شاء الله مع العشائر، مع الأدباء، مع المحكمين، مع العوارف، مع الأفهام، من أجل أن نأخذ منهم أجمل الدروس وأحسن العبر، مثل ما قال الشاعر: ومن المجالس كثير إفهام متخرجة. برنامج تراحيب هو برنامج يهتم بالتراث، يهتم بالأدب، يهتم بالعشائر، يهتم بعادات وتقاليد أهلنا العراقيين في الداخل والخارج. آلى على نفسه أن يتجول في محافظات العراق 18، ولكن لأنه اليوم أولى حلقات برنامج تراحيب بعد رمضان، والحمد لله توجهت لنا دعوات كثيرة، أشكر كل الدعوات اللي توجهت، ارتئينا اليوم أن ندخل يعني هذه المدينة على حين غفلة من أهلها، وأن نسرق من أوقات يعني ورجالات الناس الموجودين فيها على كثرة انشغالهم ومشاغلهم، والوقت ثمين عندهم، لكن قلنا نقعد معاهم ساعة من الزمن من أجل أن يعني نشوف أخبارهم ونتعرف على أحوالهم، وحتما سنسمع منهم الكثير الكثير. في منطقة القيارة وفي ضيافة الخال العزيز إبراهيم العلى الجبوري، زرناه قبل سنة أو تزيد، ولكن اليوم من باب الانطلاقة الأخرى ومن باب التبرك ومن باب أن الإنسان عز وجل، الإنسان يعني بفضل الله عز وجل يتباهى ويتفاخر بمنطقته وأهله وأعمامه، كما قالت العرب: أولئك أجدادي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. البداية مع حتما راح نتعرف على الضيوف والوجهاء والمتكلمين، وحيا الله الضيوف اللي جوا من بعيد، لكن الترحاب سوف يكون بلسان الخال العزيز إبراهيم العلى الجبوري، ونحن اليوم في منزله وفي ضيافته. البداية للخال، وهو سيرحب أيضا ونحن أيضا سنرحب بالضيوف المتكلمين، لكن اعتدنا أن نأخذ البداية من الضيف والمعزب الخال العزيز إبراهيم العلى الجبوري. الله بالخير يا خال، وحياك الله. بارك الله بيك، بارك الله بيك، عزك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بادي أذي بدء أرحب بقناة سامراء وكادرها بيك. وهي قناة انبثقت من رحم الإرشاد والنصح لهذه الأمة لما في سعادتها ووحدتها، وتحث على التراحم، وكما قال أستاذنا علي الحسان، وما أدراك ما الحسان، أديب وكريم، عنها بقصيدة آمل أن يقرأها هو كاملة عندما يزور قناته المفضلة. نعم، يقول عنها: قناة أهدت الأدباء عزا، لها مني أرق الأمنيات، فسامر لها باع طويل بنشر الشعر من كل الجهات، ففيها خيمة وبها قصيد، وفهمي في القريض من الثقات. بارك الله بيك، بارك الله بيك. وبالمناسبة فإن قصيدة هذا أخي التي سنأتي إليها إذا سمح الوقت هي جواب لرسالتي، فبورك على الحسان، كما وأشير إلى رئيس فخذنا المهندس حسن على الجخادم صاحب المبادرة بهذه الاحتفالية البسيطة مناسبة صدور الطبعة الجديدة التي أعان على طبعها، وكانت قصيدة البغاة تستنسر التي سنذكرها إذا سمح المجال
جوابا على رسالته، ويعتبر فخذنا محظوظا باختياره، فهو من محبي العلماء والأدباء وأهل الفن بمختلف أشكاله. كما لا يفوتني أن أشير وأشيد بالحاج عباس الحاج حسين البوابرة، نعم، الذي طالما بادر بمد يد العون لكل ذي حاجة، وعلى الأخص أصحاب أبيه يرحمهم الله. وبالمناسبة أرحب بالأخ علي البوابرة والأخ أبو أحمد والأخ خلف، وهم معازيبي أنا وليسوا خطار. نعم. فرحم الله حج حسين الذي أهديت له قصيدة رحيل رجال المكرمات، وهو من أهلها، وسنأتي على ذكر إن سمحت. وفي الطبعة الجديدة بقيت قصيدة طلاقهم بالثلاث لإكمال عقد القصائد المضافة على هذه الطبعة، وقد كتبتها والسام والضجر أخذني 100 أخي. وأسأل الله العفو والعافية بعد ترحيبي بكل الحاضرين، كل باسمه ومقامه. ولا كما قال أبو فرقان، لا يكتمل المجلس بدون الترحيب بأبي شيماء، هذا الرجل الشيخ الطيب المضحي، نعم، والذي ما قال لا خط إلا في تشهدي، نعم، لولا التشهد قالت ناه نعم، نعم. وإن شاء الله إذا صار مجال سأقرأ قصيدة عجبت من الدنيا اللي طلبها أبو فرقان حصرا، وهي مهداة إلى الشيخ جاسم النايف عبد الرحمن، ونستذكر بالمناسبة على الزيارة، فلهم علينا عتب. ولا ننسى ختاما أن نرحب بالقواح الذي ترحم تجهم عناء السفر، وهو رجل طيب، والقواح يقول كما يقول أبو فرقان، المعرف لا يعرف. يا سلام. وإحنا بكل الحاضرين نرحب وممتنين، وإن شاء الله سيكون لنا عودة على القصيدة فيما بعد. يا سلام يا سلام، حياك الله يا خال، بارك الله فيك وتسلم وتعيش مجالس الأدب وأحاديث الأدب بديارنا بقيارة. خال العزيز، وش أخبارها؟ والله الأدباء ما شاء الله يعني لهم سوقهم رائجة. ما شاء الله. ذهبت إلى الدكتور قبل أيام فقال أنت أبو يعرب سعد علي الخطابي، فما كان منه إلا أن تنازل عن الكشفية والتكاليف كاملة. ما شاء الله. كذلك فعل عبد الرزاق الترف. ما شاء والله الله. لما عرف أنه أبو يعرب والأدب له سوق رائجة ومليئة اللي تدري أنت عاد القيارة اللي أنجبت أبو فرند. ما شاء الله. ما يعني شو نقول على القيارة؟ ما شاء الله. ما قال الله. عنها ابن بطوطة هي على مسارة يومين من الموصل ينبع فيها الغار دون تدخل الإنسان، وتكثر فيها الطحالب، ولم أرى قطعة مثلها إلا في إيد. ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ حسن الجخادي بيعتز بيك وبيفتخر بيك، وكأنما إحنا اليوم يعني وإن كنا داهمناكم يعني مداهمة هكذا على حين غفلة من أهلها، لكن الاعتزاز بالشخصيات اللي دائما هم يكونون يعني إحنا هكذا. والله محظوظين بهذا رئيس الفخذ، وأنت ذكرتني الأسمع يظل على باب الرشيد 13 شهر فلم يؤذن له، فلما أذن له قال له أسمعني أغرب حادثة أسمعتها، قال أعرابي رفع يده في الكعبة في هدأ من الليل، والهدأ هي تكون بعد منتصف الليل وقبل الفجر، ورفع يده حتى رأي الشعر، قال اللهم ارحمني قبل أن يدهمك الناس. فيقول ابن أختي ياسين حمد المداهمة تكون المداهمة تكون بالليل، والاقتحام يكون بالنهار، فهذا اقتحام والله أعلم. اي والله ما شاء الله ما شاء الله. أسألك قبل أن نذهب إلى القواح، أسألك عن الشيخ نايف العبوش الأديب والعارف، ما أخباره؟ والله هذا الرجل كلما اقتربنا منه شبرا ابتعد عنا. أنا بك بالترحيب بالحاضر نيابة عنه. يا سلام. وأني كنت في ضيافة ابن عمه ما شاء عزيز الله. وهو أبو أنور وأبو بشير أخذين الأخوات، هم أولاد عمه أخذين بنوات محمد الأرضاحي. نعم المرأتين الصالحتين، والله لا يفيهما لا قصيدة ولا كلام ولا كذا. نعم من ذكرت الأستاذ نايف العبوش المدون المبدع وابن عمه عزيز، وهم تزوجا بنات محمد الأرضاحي، أم أنور وأم بشير، أكرمهم الله وأدامهم الله. يا سلام. أي والله. قلت أنا في أحد اللقاءات اللي التقيت حقيقة بيك، وأنا استفدت منك الكثير، وحتى توثيقنا لهذه الحلقة من باب أن الإنسان يعني ديون الحياة، وأن الإنسان مدين بالكثير من الأمور، أنت هسه تعتبر أكبر أديب بالعراق بعد محمد موسى السوادي بوضح،
بعد محمد حمد السوادي أبو وضاح؟ أنا هكذا يقولون الناس. هكذا يقولون. أي والله أنا الحمد لله هذه الشيبة لها وقار عند الناس، إن جلست يعني يحصحون لك المجال، وإن أخطأت يسامحونك، فالشيب عندنا لا أقول مقدر بل مقدس. ما شاء الله. أي والله والحمد ما شاء الله. لله. ذهابك إلى الجنوب وسفراتك بالجنوب اللي كان فيها أطيب الأثر من باب تطيب الخواطر، ولك ما هم هذا آخر ما أذكره، وريدك رأسا تقول أعود على هذا. كنا في الرمادي زين، فتغدينا متأخرين، فلما دعونا إلى العشاء قلنا ما نقدر، فالمعزب قال على ما يجي إن شاء الله تحرت حرمته. عجيب. وكلهم جو لأن الدنيا شتاء وخايفين لا تحرت نسوانا. والله. الله 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 الله. خلينا ودونا على الواحة. ابن قواح ناخذه، لكن احنا عندنا قبل ابن قواح الوابل على اعتبار العابر المي. نعم نعم. مو هكذا العابر المي له علينا حق، وهم هم جو من مكان بعيد الله حيهم. خلها خال هذا هو. عشت عشت. تمام تمام تمام. تعال سفيان. ترحيب 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 لهن وناسنا يا من أعطي، فهم كل ماجرة مضايف عامرة، فهم كل ماجرة مضايف عامرة، اللي ننسى مرة سوالف فيها كل هذه القصيدة قيلت في التسعينات عندما سيروا علينا أقارب لنا البوجعيلة في الرميثة وهم فخذ من أفخاذ عشيرة المصطفى، فاستقبلتهم بهذه القصيدة فأبدي بيها ببيت عتاب أقول هل ميتهم أشمخ ولا حيهم، هل يسكنون البوادي ولا حيهم، هل القاتل قصدهم يلا حيهم كرام وصيتهم فوق السحاب، يالله يلي بيك أبدي كلامي وحنا بجاهك طالبين الوسيلة، يا رب دخيلك يوم نمسي بظلامي وهناك لا ينفع عذارا وحيلة، تغفر جميع ذنوبنا والأسلامي وارواحنا عندك رهينة وذليلة، والله محيي لامتي ثم عمامي خلايف الطيبين ولد أبو جعيلة، حياكم الله بعد نقل الأجدامي خلفت نسل خضران ولد الأصيلة، تزهب يارجكم ببين الأعلام وعلومكم بالطيب ماها جليلة، وحنا نتنومس بضيوف كرام ونرقب مجيكم ليلة بثر ليلة، اليوم يوم ودادنا والولام من عقب ما عدت سنين طويلة، وارجع وحييكم وكرر كلام وشبهت شيخ اللي نفارج خليلة، وديار أهلكم دوم ملف الأقوام يا المصطفى أهل الحمولة الثجيلة، ديار زيز وما الحرب والأسطامح مادي صقر جرناس نادر مثيلة، سيفن مجرب ما تثلم حسامي ذل العدى بتار مرد جبيلة، ولو نشدتني عن سليل مرامي الشيخ ولد الشيخ حلوة الخصيلة، حسين مهزاب وتشية ومحامي ومشهود له بعصب الأيام الطويلة، وخيالها حادرك بانتظام وتسر القوافل من وكيل الوكيلة، جاسم يا جاسم بيك شد الأحزام يا أبو المعانى الشايعات ونبيلة، وحرف جيادي صوب حي الإفهامي مشكرين إنجاد عامر صميلة، ونعمين ابو ابراهيم ليث الظلام وحي المهير العود شيخ القبيله، والبوجبر والصقر بيهم انسامي والرمل والبغزات عز النزيله، والبوج حشياتوك عجم كتام يقولوا فعل وليوث زبن الدخيله، وافرح بابن عبد الرحمن بلزامي وشويش ابو عبد الحميد الصميله، ونوماس سبهان الصقر ليث دامي واسماعيل بن فياض فرح الجبيله، ويطريبها ودمع النواظر سجامي خليفة الدريب بحين صاحت وويله، ويا عاد ماني ناسين وش على مصولات عبد الله السبيل الجليلة، والحور عز وجبرتي والتزام حمات القصير ويا زبان الدخيلة، الفرج سهم اللي بين الأسهام وسبهان وشلاش الضياغ من فيلة، وعبد الله بالروضان عال المقام والنعم منه واللي يرث بديله، وشبشج بالبنيان صقرة عمامي يوم الوغض رغام جد مرعيلة، والزود بالعبدان تشمخ أعلام سيوف على رقاب الأعاد سليلة، وبطاحة المسمار عذب الكلام يا الشاع صيته بالسنين المحيلة، المشب على السواع ثم الأيتام وما نالها بكل البداية مثيلة، وبيت العوي دفاع طيب الأنسام والشيخ أبو فتاح يثلم رحيله،
ببيت العويد فاح طيب الانسان، والشيخ ابو فتاح يثلم رحيله، وبعيال مول حسين يشهر بهامي ورمان رسم البيسلين بخيله، وبيخلف تسليمان ظخر الامام، رجال تضد القوم ما هي نحيله، ولو عبروه صوبنا شج هامي العكلي يشتامون كل من وجيله، العيسى الترك فرسانها بلزحامي، وحين انتلاقا خيلهم نثر خيله، وهيكل العامر صيتهم بحر طامي، ومجبل بن وقاع مدرج الهزيله، وبذكر الحميدان يرتفع هامي من فاضل الخطاب جرد كفيله، وجاموس والزرزور كلهم شهامي، والفخر بالطابور ملف الهشيله، والعجل شليث مرد الخصام، وحشم العطله حين صارت شعيله، وعيني بذر الملا منصور نام طواب متجار الزمان وهضيله، والعبد رب بعين ضدهم سهامي، وغاراتهم عند اللوازم ذهيله، وشويخ شدوا فوق حيل نهمامي، وحي شاهر السلمان حملي يشيله، وحي الملاحم فوق عال الارجام فرسان لي شبت حرايف فتيله، وحي بن مصلط صقر الاصقور حامي عبد العزيز الشاع ذكر زكيله، وحي العبيد السابجين الارغام شدوا على ضمر الخيل السليله، وخص سعدون رجال بيره قرهام ما تلتقى بسربه حداهم جفيله، والبوحمد شمخ ولاهم احطام، وفندي وداود بحساب الشميله، وجبور طعما شلشله وشط سمام صقور على الصيدات ما هم خميله، وخلفت بشر بعمر حلو الانسامي، وعيال بو خطاب نعمة النسيلة، وحي بن سالم حين صارت مهامي، والشيخ ابو ريكان تمن بظليله، والبو عميرة لامتي بالتمامي، مات الحراير وادي اندفق سيله، يطرب ذكرهم بالمجالس دوام، وبيت المهيد بخير نال الجزيلة، وعد بن زرقة ما يخف ذمامي، راسم رسم مشهود حظ جديله، والعيال سالم توصلوا لي سلامي، وحلوى الثمر من طيب نبت الفسيله، وافرح بالغمايسات حين احتدامي، مناصر وشلال وحسن مو شليله، والهيبه العطيه كوم بين الاكوام، وزويد ومحيميد ما هم ضحيله، وحي الجغيف الصال مرخل الجامي، حماد ولد عفيل صيت الرضيله، وحي القضاب ظهور ضمر دهامي، خيال تلما يظهرون الهزيله، ولاحن بذكري لامعات الاسامي، وكم خير بيهم تشم ريح حيله، جبرة تبنى السلطنة والمقام بعال الرتب ما داس برض سهيلة، وجبارة وعبيد الصواجع وسامي ذلوا أعداهم بين يوم وليلة، ومحمد وخالد ملاذي وعصام، وكم قوم فرت بأهواهم ذليلة، وزامل ولد مقرن تشرع أحكامي، ورياق من خالف نظام ودفيلة، وساجر ذهل بفعال خصم وسقام، بيوم خذ الذروات وشفة غليلة، وبصيد دانة أرتوين كل طضامي تكليف وش خيط زواخر هشيلة، ومخيف ولد اجتاب نال السنام، وصيت بن دبي لا تخمن سميله، ويستاهلون القول جملة عمامي اكرام بصنوف الليالي المحيلة، ومن تحياتي وثم احترامي للحاج ابو عمار ونشكر جميله، وميت الله حي ضيوفنا بالختامي بعدد ما تقطع فياف الأصيلة، صلاة ربش ما تخط الاقلام الطه المشفع بالقيامة وفضيلة، وسلامتكم وتحياتي للجميع. ترحيب 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 لهنا وناسنا يا من تعطي، رغم كل ما جرى مضايف عمره، رغم كل ما جرى مضايف عمره، الليل انسامره سوالف بيها كل اهلا حياكم الله. جزاك الله خير يا خال، بارك الله بيك، وحقيقه كلام جميل ورساله مهمه، انه ان شاء الله مجالسنا تظل عامره بادبائها بمحبيها بمثقفيها، ولعله من دواعي السرور والفرح اليوم بعد ترحاب الخال العزيز ابو يعرب انه ايضا احنا نرحب بالضيوف ونرحب بالشخصيات الموجوده هين في برنامج ترحيب، نعتز بهم ونستانس يعني بارائهم، وكلما كان في المجلس من هو اهل الراي واهل المشوره واهل الخبره كلما كان ذلك المجلس أكثر يعني نضجا وأكثر اتزانا. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. جون اليوم من مكان البوابرة أهلنا صبيح الخميسات
حي الله أهلنا الخميسات أيوه. وحي الله أهلنا البوابرة أيوه. أي والله اللي حضروا هذا المجلس و الأفضال أي والله حي الله أستاذ علي الله حيه هو والمعاه ونسمع منك أيضا كلمة في هذا المقام الله محييك يا أبو علي بسم الله أبو حسين أستاذ علي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نشكر قناة سامراء لمجيئها تسجيل هالحلقة في مضيف العام أبو يعرب وهو غني عن التعريف وهو صديق لوالدنا منذ سنوات طويلة من أيام السبعينات عندما كان مدير زراعة في ناحية الزاب الأسفل ما شاء الله ونشكر ما شاء الله. الأخ أبو فرقان والمجتمع الموجود وندعو من هذا المكان كل العشائر والقادة الأمنيين إلى زيادة التلاحم لتطوير الأمن والتراحم بين الناس لأن ما مر به المجتمع في هذه الثلاث سنوات الصعاب يحتاج وقفة جادة وتأمل طويل للمسيرة ويحتاج التكاتف والتعاضد وأن نذكر أصحاب الحق الذين قدموا وساهموا في إصلاح المجتمع وتحقيق الأمن وأن يذكر صاحب الحق كما قال العدوان من شاف من خير دلالات يطريق وهناك قصة لأصحاب الحقوق يذكرونها في قصص العرب أن رجلان خرجا إلى صحراء على بعير لكل واحد منهم ففي الصحراء أصابهم العطش وكان هناك بئر ماء فسقط أحد هالأصدقاء داخل هذا البئر يا سلام فبقى الأخ الآخر متحير كيف يعالج الموضوع اهتدى في النهاية إلى ذبح بعير صاحبه وسلخ الجلد وجعله حبل ليدليه من هذا البئر الله. فلما دلاه من البئر وأخرجه حاججه بأنه لماذا لم تذبح بعيرك وذبحت بعير فأشار عليه أنه يذهبون إلى أهل العوارف والحكمة لأنهم أوتاد الحياة في المجتمع يا سلام وهم لهم القول فذهبوا إلى عارفة فأدلى قصته فرأى العارفة أنه ليس له حق على صاحبه لأنه أنجى من الموت فذهبوا إلى آخر وصلوا إلى العارفة الرابع فلما قص عليه القصة قاله والله أن صاحبك ليس له حق عندك ولكنه من طريقه وأسلوبه بطلب الحق لإيصال هذه القصة إلى الناس حتى تشهر الفضيلة بينهم ويصل خبرك لأن أنتم في الصحراء لو كنتم عدتوا إلى أهلكم ما حد عرف هذا القصة وهذا الإيثار بأنه ما ترك صديقه ومشى فإحنا من الأحوج أنه لا أحد يترك صديقه في ممر ضيق وأن يذكر أصحاب القوانم الذين أدوا وكافحوا وبأنفسهم وأموالهم في هذه السنوات ومنهم العم أبو يعرب الذي تذكر له مواقف في قريته والقرى المجاورة مما يأتيه من أهل الخير كان يوزعها على الأصدقاء والمعوزين ونحن نأمل أن المجتمعات والعشائر تبقى على حالها وتتكاتف وتتآزر حتى تعبر هذه المرحلة الصعبة في تاريخ مجتمعنا لأنه آخر ذرة في الدولة أو في الوطن هو أن يتفكك المجتمع والعشيرة والبيت يا سلام. فمتى ما تكاتف البيت والعشيرة استطاعت الدولة أن تنهض وأن ترجع إلى مجراها عندما كان يسير السائر من بغداد إلى أبعد منطقة في العراق لا يخشى على نفسه شيء ما شاء الله. والآن الذي يخرج يحسب ألف حساب لطريقه على بعده على أمنه يسعى للمنطقة بها أمن ما بها أمن يعني حتى يتركه وفي النهاية نشكر أبو يعرب على دعوتنا وحضورنا هذا المجلس الكريم نشكر الأخ أبو فرقان وكادر سامراء بارك الله بيك جزاكم جزيل الشكر جزاك الله خير ولو يعني الجو حار وأتعبناك لكن أسألك على البوابرة بشكل عام
وحمد آل بابور بشكل خاص الشيخ شخباره شلون وضعه؟ خليل الحازن وضعه خوش. لكن تدري وضعه الأمني بأنه بالجهة الأمنية يعني حدد من طلعته قائد الحشد مال البوابرة بالحشد ما شاء الله ما شاء الله. وشيخ نايف الجاسم شخباره؟ والله حازن الحمد لله. حج أحمد البابور كلهم خير متعافين. تحفظ القصيدة مال صاحن البيض وحمد ما عاف خطار وبيت زهيري؟ لا والله ما أني من الحفاظة والله بس أسمع. الله 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 يحفظكم. إحنا البوابرة ليس من مقاليد الشعر بس نسمع يا سلام. قرايبنا الخماسات وسويدان سدوا مكاننا بهذا الموضوع جزاكم الله خير. حياك الله بارك الله بيك شكرا جزيلا والله محييك. ممن يعني حقيقة أركل إلينا وأودع إلينا وحملنا أمانة ثقيلة أسأل الله عز وجل أن يعيننا عليها بأن نكون سفراء للكلمة الهادفة وسفراء للكلمة الطيبة وسفراء في نقل تراث وعادات وتقاليد أهلنا العراقيين بالداخل والخارج والذي طالما شجعنا وحثنا على التواصل مع مجتمعاتنا على رغم اختلافها وتنوعها. حضر على كثرة انشغاله الحمد لله على سلامته كان ببغداد الشيخ عطية الجاسم الصالح أبو الشيماء يلا حي الشيخ الله حي الله حي الله حي. وأيضا نسمع منك كلمة في هذا المقام وإحنا حقيقة نفتخر أنه من أولى حلقات برنامج ترحيب في محافظة نينوى تسجلت في مضيف الشيخ أبو شيماء، لكن كما تقول العرب بالإعادة إفادة وأنه واجعل لي وزيرا من أهلي مو هكذا. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. حي الله الشيخ ونسمع منك كلمة في هذا المقام حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق. في البداية أرحب بقناة سامراء وبرنامجها ترحيب وكادرها من ممشاهم إلى ملفاهم. بارك الله فيك. وأشكر الله العم الأديب أبو يعرب لدعوتنا لحضور هذه الجلسة وليس الحلقة. يا سلام. وأود أن أرحب بالضيوف عمي أبو يعرب البوابرة من مكانهم إلى محلهم. الله 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 الله. والأخ الشيخ القواح والأستاذ المهندس حسن الجخادمة وكافة الحضور. الله الله الله. وأود أن أبلغ تحياتي إلى كافة أدباء منطقة القيارة والموصل عامة. يا سلام. لأنهم أثبتوا جدارة في إمكانياتهم الرائعة في هذه المرحلة. يا سلام. في بداية حديثي أود أن أشكر كافة القطاعات الأمنية على تماسكها وتلاحمها مع كافة المواطنين ما شاء الله من المشايخ والوجهاء، وهي هذه هي صمام تعتبر صمام الأمان للحفاظ على ديمومة الأمن. وديمومة الأمن نعم القطاعات الأمنية هي التي تحافظ على الأمن، لكن عندما تشرك المواطنين في هذه المرحلة سيكون الأمن في أقصى مراحله الجيدة. والحمد لله حاليا مناطقنا تنعم بأمن زاخر لم تمر به مناطقنا منذ عام 2003 ولحد الآن. هذا لم يأتي من فراغ، بل أتى من هذه الكلمات من هذه الأمور والتعاون بين أبناء الشعب، وأصبحت الأمور على ما نريد نحن نريد هذه الأمور والحمد لله. أود أن أعرج على كافة المناطق المحيطة بنا، وهي أن يكونوا متعاونين كما نحن ليكون الأمن هو السائد. وقال في الأحاديث نعمتان خفيتان الصحة والأمان. فالأمن قبل الصحة. الصحة ما هي فائدتها إذا لم يكن أمن؟ يا سلام. نعرج على الأمور الأخرى وهي الأمور الإدارية. الأمن يأتي في القضايا الإعمار والقضايا الأمور الرفاهية. الإعمار لا يأتي إذا لم يكن هناك أمن، والرفاهية لا تنفع إذا لم يكن هناك أمن. الأمور نحن نتعشم بها خيرا، ونتعشم بحكومتنا أن تعجل وأن تتسامح فيما بينها الحكومة وليس نحن، أن يهيئوا حكومة رشيدة متعاونة متآلفة بين أطياف الشعب، لا فرق بين هذا وذاك، ولا فرق بين عربي على كردي، ولا مسلم على مسيحي. نريد منهم
أن يكونوا يدا مع الشعب، لأن الشعب هو صانعهم وليس هم صانعي الشعوب، ولكن من طيبة قلب الشعب وخاصة الشعب العراقي لا ندور في المتاهات أو نحاسبهم على قضاياهم التي مرت في هذه السنين 15 الماضية. نريد منهم أن يكونوا صفحة جديدة، أن يكونوا هم أبناؤنا وليس نحن أبناؤهم. ما شاء الله. وفعلا القادة هم من أبناء الشعب، تمام. سواء كان عشائريا أو مثقفين، والثقافة مع العشائر تكون لحمة حلوة. ما شاء الله. شيخ أبو شيماء، سؤاليا على السريع، تواصل الشيوخ وجلسات الشيوخ أيضا يعني قد تكون صمام أمان. سمعتكم رايحين على الحويجة لأول لقاء لكم بعد داعش، وذهبتم إلى يعني بوابة حقيقة الجبور اللي هو الشيخ المهيري عليه رحمة الله. باختصار يعني ثمرات التواصل فيما بين المشايخ والناس. الحمد لله. بالنسبة للتواصل بين العشائر مطلوب، مطلوب جدا مطلوب. أول شيء الحقبة اللي مرينا بها حقبة ليست سهلة، فانقطاع اللي دام بعد 2014 ضروري ومن اللزوم علينا أن نديم التواصل. نعم هناك صعوبات في المسير، هناك صعوبات في الاتصال بين المناطق، وأشار علي العم أبو يعرب بأن نذهب إلى منطقة الحويجة لزيارة بيت المهيري عارفة العرب والجبور، ونتصل ببعض الوجهاء والمشايخ هناك. وفعلا اتصلنا بالشيخ أحمد الإبراهيم المهيري رحمة الله على والده، اختطفوه الدواعش قبل التحرير بأيام قليلة، وهذا الاختطاف كان من حبه لوطنه ومن حبه لأرضه ومن حبه لمجتمعه، وإلا كان ذهب أو اختفى، لكنه أبى أن يترك عشيرته أو أهله، وحدث ما حدث، والله هو اسمه الحمد لله والحمد لله. حتى أرجع على خالي ونأخذ منه قصيدة إذا رق حال المرء. وش قصتكم أنتم مع حال المرء إذا عبر 60 سنة؟ من هذا اللي قال لك إذا عبرت 60 اليوم إذا طلعت منه يعتبر مكسب؟ وش قصته هذا؟ أحد أقاربنا ومن أعمامنا عبد الرزاق المطر أبو سامي يقول الرجل عندما يعبر 60 أي شيء يحل به هو زايد خير. فأكثر الأصدقاء ألاموني عندما أصريت الذهاب إلى الحويجة، قالوا الطريق مو أمين، المنطقة مو أمينة، فيها حواضن. قلت له أنا عبرت 60، فليحدث خليحدث. والحمد لله كانت سفرة موفقة، ويعني حقيقة استأنسنا بهذا الذهاب ولم نحس بالطريق. الحمد لله. ويشهد علي العم الحمد لله على السلامة. أي والله. أوجه شكري وتقديري إلى كافة المعازيب بحسن استقبال وضيافة في ذلك المكان. بارك الله بك. أي والله. نسأل لهم التوفيق إن شاء الله. آمين. تسلم يا شيخ، بارك الله بك. عشت. حتى نأخذ قصيدة إذا رق حال المرء أنكر وده، ونرجع على شيخ حسن أيضا ونأخذ منه ما عنده من كلام في هذا المقام. أرجع لك خالي، وش قصتك مع إذا رق حال المرء أنكر وده؟ هذه قصيدة عجبت من الدنيا، لما سجلنا حلقة قبل هذه طلبها الأستاذ أبو فرقان وقلنا نقرأها في تراحيب، وهي مهداة للشيخ جاسم النايف عبد الرحمن، ولها قصة. إحنا قطعوا وجبتنا 26 شهر، وأخرجوا يعرب وكان المتفوق الأول على كلية الهندسة وتعاقد مع الجيش، كان مقدم طلعوا برتبة رائد، ورافع ابننا صاحب هذا المضيف أيضا ترك الدوام لأنه من وراء أخوه. فالمهم كانت الأيام سيئة واحتجت إلى عملية، فكتبت إلى جاسم النايف فأجرى لي العملية وقام بالواجب، وكانت هذه القصيدة. قلت إذا رق حال المرء أنكر وده، أباعده وانفض عنه الأقارب. وليس بمجد أن يكون مفوها، فمنطقه مستهجن وصائب. عجبت من الدنيا تضيع أهلها، وكم ضاع في الدنيا أديب وكاتب. ولما أحاطتني الخطوب وأصبحت لفرط أذاها لا تطاق النوائب، أهبت بحظي فاستخف، وعندها علمت بأن الحظ غاد وغائب. ومن عجب الدنيا تبدل أهلها، وقد كثرت بين الأنام العجائب. وما أنا ممن يطلق السهم طائشا،
فإن امرؤ قد أنضجته التجارب ومن عاشها 77 حجة تعلم أن الحظ للخير جالبه. تغير هذا الخلق إلا أقله. فنحن بحال نشتكي ونعاتبه، عدا من حباه الله حسن بصيرة وقد عز في هذا الزمان النجائب. وإن لي من هذا العزيز لجاسم، جاسم النايف عبد الرحمن والرملي قبلي بمئة سنة قال عنهم صوف بلال الظام ودهر ينحر على صيارة على سلوك الحرير البيوم الغيرة. وإن لمن هذا العزيز لجاسم بأفضاله صارت تهون المصائب. وإن أنسى من أشياء لا أسنى فضله وأباه الأدنون غر أطايبه. فحتى إذا حظ الفتى كان عاثرا عليه بشكر الله فالشكر واجب. الشكر واجب يا سلام. عليه بشكر الله فالشكر واجب. الله الله الله. وبوركتم. يا سلام، جزاك الله خير، بارك الله بك. نرجع على شيخنا. أي والله شيخ حسن. أي نعم، بارك الله بك، حي الله الشيخ، الله حيه. لأول لقاء لنا في ترحيب، وحقيقة يعني أريد نسمع منك كلمة عن قيارة وعن قيارة، من باب أنه يعني مدارسة الأمر، ومن باب أنه أيضا نسمع منك كلمة في هذا المقام. حياك الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بقناة سامراء الفضائية، ونرحب ببرنامج ترحيب في مضيف الأديب أبو يعرب، ونشكر الإعلامي القدير أبو فرقان، بارك الله بيك، تسلم. ونرحب بكل الحضور، أعزك الله، بدون مسميات. ومن هذا المنبر نطلب التراحم والتوادد والتواصل والإلفة بين الجميع، وإحنا مجتمعنا مجتمع عشائر لحد الآن الحمد لله محافظين عليها، يعني ما فرطنا بيها ما شاء الله، ولولا التواصل والتراحم فيما بيننا لما وصلنا إلى هذا الحال من الأمن ونعمة الأمان والحمد لله. فبنعمة الأمان والأمن يتحقق كل شيء بفضل التواصل بيننا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا نحتاج سوى رحمة رب العالمين إن شاء الله يا رب. فمن هذا المجال نطرح يعني على عدم المعاتبة بين الأصدقاء والإخوان. والشاعر يقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتب. لا تعاتبه. فإحنا الله. لا على كل هفوة على ربعنا، لا لا، إحنا ما صدقنا نصل إلى هذه الحالة الآن والأمان والحمد لله. الحمد لله. ندعو للمرة الثالثة والرابعة والعاشرة إلى التآلف والترابط والتواصل وصلة الرحم، ومذكورة في كل الكتب السماوية وفي كل المناسبات، والحمد لله رب العالمين. بارك الله بك، ونشكركم على هذه الدعوة. عشت شيخ حسن، مبادرة حقيقة جميلة أنه الإنسان يرجع إلى العوارف، إلى الأفهام، إلى أهل القصيد. علاقتك بالخال أبو يعرب قبل العشيرة، يعني كعلاقة شعر كأدب، تحفظ شيء من قصايده أبو يعرب؟ الأمر اللي أبو يعرب علم، والمعرف لا يعرف، وأبو يعرب أديب وشاعر ورفعة رأس إن ما شاء الله، وقصائد كثيرة، وأني من النوع اللي لا أحفظ القصيد يعني. هذه نقطة، لأنه الهندسة أتعبتنا بصراحة. يا سلام. أي والله، بس إن أبو يعرب ما شاء الله، يعني أني ذهبت معاه إلى كثير من الأماكن، ما شاء الله معروف حتى على مستوى الخارج، وكثير حتى يعني مراسلات تجينا وهذه علي من كل أصقاع الأرض، والحمد لله على أبو يعرب وعلى نعمته معرفته العالية إن رفعت رأس إن أبو يعرب. يا سلام، الحمد لله. الحمد ونشكر أبو فرقان، ونشكر الحضور كلهم على لما المباركة هذه. بارك وإن الله شاء الله الدين يا ربي التواصل والترابط. اللهم آمين، جزاك الله خير، بارك الله بيك، تسلم يا شيخ. وأسأل الله عز وجل مثل ما قلت أن تدوم، يعني بالشكر تدوم النعم، وبالتواصل وبالحفاظ، لئن شكرتم لأزيدنكم وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن شاء الله تدوم نعمة الإصلاح ونعمة الأمن. شيخ حسن، اليوم جانا أيضا عسل بن قواح. العرب تقول لكل إنسان من اسمه نصيب، هم عسل وهم من الجزيرة، يعني عسل مال الجزيرة هذا بعد مثل ما يقولي والله أبو عمار. أي والله، رحب بكل الحضور. يا سلام أبو عمار، يا سلام. ما شاء الله، المعرف لا يعرف. الله 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 الله. إذن على ترحاب الشيخ حسن الجخادم أيضا، حياه الله وحيا الله عسل القواح أبو عمار، أيضا نلتقي به لأول مرة في برنامج ترحيب من أطراف الجزيرة، وتايسول فينا على الجزيرة والقفة الجزيرة. الله حيه الله حيه الله حيه الله حيه الله حيه. بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باسم أستاذنا وأديبنا الشاعر الكبير الأستاذ أبو يعرض، نرحب أجمل ترحيب بالأستاذ الفاضل أبو فرقان المحترم وبقناة سامراء الفضائية وببرنامج أراحيب. وباسم الأستاذ والأديب أبو يعرض نرحب بجميع الشيوخ الحضور والأساتذة الأفاضل في هذا المجال. لا يسرني لأن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان. الحمد لله الذي أنعم علينا، ونسأل الله أن تديم هذه النعمة، وبالشكر تدوم النعم. الكل منا يتذكر كيف كنا قبل عام عندما كان داعش المجرم كيف سب المنطقة وأهلك المنطقة، ونسأل الله أن يحفظ قواتنا الأمنية. آمين. وهذه القناة الرائدة التي دائما وأبدا تدعو إلى الوئام والسلام والأمان، وإلى لم الشمل، وإلى الوحدة الوطنية. سلام. نشكر الأخ أبو فرقان اللي دعانا لهذا الحضور المبارك، ونسأل الله تعالى أن يحمي هذه المنطقة ويحمي العراق العظيم، العراق الذي عانى ما عانى منذ عام 2003 ولحد الآن ما جرى عليه من ويلات، لكن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. نسأل الله أن يرحمنا بالأمان. آمين. ولا وفي هذا المجال لا يسعني إلا أن نشكر القوات الأمنية، القوات المباركة التي حررت هذه المنطقة، وبتحريرها أنعمنا بالأمان وكأننا نعيش في بداية عام 2003 وما قبل 2003، عندما نسافر إلى منطقة ما نركن سياراتنا في أي مكان كان، ونضيف أي شخص بدون أي تحسس. ولا يمكن أن والكل منا يتذكر تلك النعمة التي كنا عليها. أبو عمار العفو، أسألك على الجزيرة هالساعة شلونها؟ الحمد لله. زينة؟ الحمد لله. الجزيرة يعني ما بيها جرذان، لا ما بيها شيء. لا أبد، من فضل خاف الله. عندهم مقاقير، خاف. طبعاً بالمناسبة الجرذان ما تأتي إلا عن طريق الحواضن. والحواضن ما موجودة هذه في الوقت الحاضر. الحمد لله. سابقاً ممكن كانت، لأن كانوا شلون يقول كأنما كانوا يمشون جو الأرض. إيه. وعندما الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم طلعهم خارج الأرض ليقتلوا. الحمد لله. ونخلص منهم إلى جهنم وبئس المصير. أي والله. أما الجزيرة وما بيها وفي منطقتنا، يعني حقيقة النعمة لا تنكر على الإطلاق أبدا. الحمد لله. من فضل الله سبحانه وتعالى أولا، والقوات الأمنية وتعاون شيوخ العشائر والمنطقة بأكملها. لا ننسى أن دور شيوخ العشائر ووجهاء المنطقة. جيد. في هذا المجال. جيد. أبو عمار أسألك على اثنين، أسألك إيش تحفظ من قصيد خالي أبو يعرب، وإذا ما عندك من قصيد خالي أبو يعرب إيش عندك من قصيد أبو فريند محمد موسى القاضي؟ والله الاثنين يعني مثل، يعني حقيقة الأستاذ أبو يعرب هو مدرسة. ما عندك شيء من قصيده خافي قاضيك؟ ما عندنا شيء والله. أبو الأستاذ محمد موسى القاضي أبو فريند إيه؟ هو أديبنا وشاعرنا. هو أول من أنطاك، لكن أول من أنطاك ديوان. والله عجل، هذه ألب قضات، هذه ألب قاعدة ما زال من النوع اللي ما يحفظ سبحان الله. السعد العجل إيش عندك من أخبارهم؟ كلهم زينين فضل الله، الحمد لله. والله هي عجل نحمله كلهم تحية وسلام والحمد لله. بارك الله بيك. الله يبارك. نشكر حضورك حقيقة، ونحملك تحية وسلام لكل ديار، وألا يجمعنا لقاء ونسمع منك الختام. إن شاء الله. ختاما نشكر قناتكم الرائدة. بارك الله بيك. ونشكر الأستاذ والأديب الكبير الأستاذ أبو يعرب على لمتنا هذه، ونسأل الله أن يجمعنا في كل وقت، يجمعنا الأمن والأمان. وأشكرك جزيل الشكر أستاذنا الفاضل. عاد خال أبو يعرب عنده بيت دائما يردده في مضايفكم وفي مجالسكم: إذا أنا مت فادفني على قرب مطعم لعلي على ريح الكباب أفيق، هكذا يقولون. بارك الله بيك. بارك الله بيك. حياك أبو عمار، جزاك الله خير. إذن يا جماعة الخير صلوا على النبي. اللهم صل على أحسب أنه ما تبقى من الوقت راح نستثمره أيضا مع الخال العزيز إبراهيم العلى الجبوري، من أجل أن يحدثنا عما في جعبته من تراث وأدب وقصيد. واللحظات مع المحبين تنقضي دائما على عجل هكذا. نسمع منك يا خال، الله محييك. بسم الله الرحمن الرحيم. تعودنا في كل لقاءاتنا مع قناة سامراء مع
مباشر وغير مباشر أن نختمها بهذه القصيدة. يا سلام. اللي هي نصيحة. الله. أقول في هذا الزمن الصعب الذي اختلط فيه الحابل بالنابل. النابل. والحابل هو اللي يصيد بالشباك بالحبال يكون قريب من الأنهار، والنابل اللي يصيد بالنبل بالسهام ويكون بالجزيرة اللي أغنانا الحديث عنها أستاذنا وشيخنا أبو عمار. فهم لكل واحد منطقة صيد، إذا اختلطوا تسمى فوضى أو غوغاء. فأطلقت هذه الصرخة من قناة سامراء الفضائية المحترمة المحروسة لفرج ذوي الذنوب بحق المجتمع ومن لا ذنب له. وهذا طبعا ثبت مع قناة سامراء. إلى قناة سامراء، أي والله تمام. قلت أقول لأهلنا يا ليت أن نوحد صفنا ونقول حسنا، وأبدأ بالحديث بمن تأذوا ومن طحنتهم الأيام طحنا، أيوة. فكل الناس عون ذوي الضحايا، ومن ظلم العباد فليس يهنا، ويبقى الحق مهما طال حقا، ولا نرضى لأهل الحق غبنا. علينا بعد سلسلة المآسي معاونة المعذب والمعنى، وخير الناس من نفع البرايا وزاد لحائط الخيرات لبنا، وديرتنا التي كانت منارا لأجيال وهم يحكون عنا، نريد لها بأن تبقى مثالا ونبع الخير فيها ليس يفنى. حذاري من التهور والتعدي، كلا الأمرين للخسران أدنى، لأن الاتهام بلا دليل عديم النفع بل من دون معنى. لأن الاتهام بلا دليل عديم النفع بل من دون معنى. فيا أبناء جلدتنا تأنوا، وما خاب الشجاع إذا تأنى، فقد عصفت رياح البغي فينا، فيكفينا الذي نانوا ولنا، علينا أن نكون ذوي حلوم، والحلم والصبر والسماع، فلا يجدي لقد قلتم وقلنا، وإن الظلم مرتعه وخيم، وما نال الظلوم لما تمنى، فكم في السجن مظلوم بريء، إذا جن الظلام عليه أنى. وعلق على هذا البيت نجم الجبوري قائد العمليات في الموصلية أكثر من 10 دقائق لإعجابه بأنه كثير من المظلومين موجودين بالسجن. فكم في السجن مظلوم بريء، إذا جن الظلام عليه أنى، فكونوا عصبة من غير جور، دائما نذكر حلف الفضول، قال صلى الله عليه وسلم لو عرض علي وأنا نبي لقبلته، وقال لما عقد الحلف كنت صبيا أنبل لهم، فتعاهدوا أن ينصروا كل من ناصر له، ويكون عونا لمن لا عون له، ويكون ذخرا لمن لا ذخر له. فكونوا عصبة من غير جور، ومن شق الصفوف فليس منا، وأختم بالدعاء فأمنوا لي، إلهي كلنا عونا وحسنا، ولا ننسى الصلاة على نبي فنوره من ضياء الصبح أسنى. الله الله الله. وفي الختام نشكر قناة سامراء مرة أخرى والحاضرين كلهم بأسمائهم، وأكرر الطلب من الأخ المصور أن يصور الشباب ليفتخروا بينه وبين جماعتهم، وإن شاء الله الله يوفق الجميع، وممنونين على هذه الزيارة، وإن شاء الله الله يمكننا على جزائكم بالخير. بارك الله بيك، تسلم تسلم وتعيش. يا المخرج ايش بقى من الوقت؟ 5 دقائق. المصور اللي تريد منه أن يصور الشباب والقعدة والحضور عجيلي، وانت شو تقول؟ أريد أعرف العجيل شلون قصتك مع البو عجيلي الخال. البو عجيل كان الأستاذ علي العجيلي، كان أصيب لنا غلام إبراهيم بن حج حسين، دعمته السيارة من سامراء مع الدبسي، تمام، وأدى إلى تلف في أجزاء من جسمه. سبحان الله. وأخذوه إلى لندن على دفعتين، مرة 65 يوم ومرة 35 يوم في لندن. في لندن، وتعرف هناك على العجيلي. يا سلام. فبدأ الرجل يأتينا ويزورنا ونزوره، وتعلمنا منه الكثير، ودعانا إلى مزرعته العامرة، وهو رجل كل البو عجيل كرام، وهو هذا رجل أكرم من السحاب الممطر. يا سلام. وفي يوم من الأيام كان مدير مكتب الحرارية، الطاقة الحرارية في البيجي من البو عجيل، فدعانا هو الرجل إلى مطعم الزيتون، فقلت له أرني صندوق السيارة، ففتحه وإذا به مقيار من هذا الأصليات، قلت آمنت بالله إنك عجيلي. أي والله في ذلك الوقت. يا سلام يا سلام. أجمل بيت تردده دائما، أكثر بيت تردده دائما، أصدق بيت تردده دائما من الحكمة من غيرها، وأنا صاحب تجربة. والله إحنا الأبيات نرددها كثيرة، لكن أنا يعجبني
بيت المتنبي. المتنبي إذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائده. هذا من حكم الخالدة. وللمتنبي أكثر من حكمة كما يعلم الجميع. يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، فالجود يفقر والإقدام قتاله. فالمتنبي عجبتني عجبني بيت لوة، فما يمنع الأسد الحياء، فما يمنع الأسد الحياء من الطوى ولا تتقى حتى تكون ضوارية. يقول الحياء ما يمنعها إذا كان جوعانا، ولا تتقى حتى تكون ضوارية. أو كما قال المتنبي في يوم الأيام لم يصمد مع سيف الدولة غير عشرة وهو من ضمنهم، لما قرر أن يلتحم مع الروم. يا سلام. فقال على قدر أهل العزم تأتي العزائم. قال وقفت وما في الموت شك اللي واقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، وجهك وضاح وثغرك باسم، نثرتهم فوق الأحيض بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم. يا سلام. العفو. يا سلام. بارك الله. يا سلام. جزاك الله خير. إذن الحقيقة انتهى الوقت، هكذا يعني أوعز لنا المخرج في هذه العجالة وهذا اللقاء الجميل الذي لم يكن فيه من العيب سوى أنه مرك لمح البصر. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر الخال العزيز إبراهيم العلى جبوري على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، وأشكر الضيوف والمتكلمين والوجهاء الذين حضروا هذا المجلس الطيب المبارك وأدلوا بدلوهم من أجل أن نكون يعني خير أمة أخرجت للناس. الشكر موصول إلى من حضر هذا المجلس ممن هم خلف الكواليس ولا يريدون أن نذكر أسماءهم. الشكر موصول إلى كادر فريق العمل الذي رافقني من أربيل، المصور المتألق الكبير علي بن غالب وسفيان الجبوري. حتى ألتقيكم في حلقة أخرى ومجلس آخر من مجالس أهلنا العراقيين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.